مرحبا شباب متابعي قناة بيبينج ستارز. اليوم راح احكي بهالفيديو عن شيء كتير ناس تسأل عنه، اللي هو طريقة تحضير سائل الشيشة الالكتروني او السيجارة الالكتروني. وبالاضافة راح نحكي عن شوية طعمات انا بفضلها وانا بستخدمها دائما وبحضر السائل من هالطعمات هاي. طريقة تحضير السائل كتير سهلة. في ناس ما بتعرف تحضر السائل او تعمل سائل او جوس شبيه جدا بالجوس الامريكي. خلوكن معنا وخلونا نروح لتحت الكاميرا عشان نشوف طريقة تحضير سائل شبيه جدا بالسائل الامريكي الاصلي اللي بيبلغ ثمن 100 ملي 30 دولار، بس نحن رح نعمل سائل شبيه بالسائل الامريكي بتكلفة ما بتتعدى 10 دولار. خلونا نروح لتحت الكاميرا ونشوف طريقة تحضير السائل ونشوف المواد اللازمة عشان نحضر سائل شبيه بالسائل الامريكي او الجوس الامريكي. عشان نحضر سائل كتير شبيه بالسائل الامريكي رح ناخد 100 ملي من هالسائل هاد. هالسائل هاد هو عبارة عن جل سرين وبروبلين جلايكول 50 × 50، 50 ملي جل سرين و 50 ملي بروبلين جلايكول. هالعبوي هاي كاملة عبارة عن 500 ملي، انا رح اخد 100 ملي لانه الطعم اللي رح احتاجه او الطعم اللي راح تحتاجه ال 100 ملي هو عبارة عن 10 ملي طعم مركز وقوي كتير. وخلوكن منتبهين هالطعم هاد اسمه اروما او يعني طعم مركز، طعم اسانس، بيحتاج 100 ملي من الجل سرين او السائل بروبلين جلايكول مع جل سرين. 50 × 50 بروبلين جلايكول مع جل سرين، 50 بروبلين جلايكول 50 جل سرين. هالعبوي هاي كاملة 500 ملي، انا راح اخذ منها 100 ملي. وهالسائل هذا بيجي جاهز 3 ملي جرام نيكوتين. الطعم كمان بيجي جاهز امريكي كتير ممتاز، وانا من سنة تقريبا بستخدم هالطعم هاد. وفيك تشتري كتير طعمات كمان، في عندك هالطعم هاد كمان نكهة امريكية كتير مركزة وكتير قوية وكتير ممتازة. بتجي 13 ملي، يعني انت اذا بدك تاخد اذا بدك تصب كامل الطعم هادا او الاسانس الطعم راح تحتاج 130 ملي. هاي 10 ملي راح تحتاج 100 ملي، 13 ملي راح تحتاج 130 ملي من السائل او الجل سرين. وانا محضر على طرف او اخذ 100 ملي من هالعبوي هاي، اخذ 100 ملي جل سرين وبروبلين جلايكول 3 ملي جرام نيكوتين. راح تفك العبوي هاي بهالشكل هاد، راح تاخذ الطعم الاسانس وتصبه بكل بساطة داخل العبوي. بعد ما تصب الطعم راح توضع العبوي لمدة اسبوع بمكان مظلم، وبعدين فيك تستخدم السائل ما في اي مشكلة. وهيك انتهينا من وضع السائل الاسانس داخل العبوي. راح تاخذ العبوي بهالشكل وتسكر عليها هيك، وراح ترج العبوي لمدة نصف ساعة. راح ترج العبوي لمدة نصف ساعة وتشيله وتقيمه على طرف او تحطه على طرف بمكان معتم. وانا مجرب هالطريقة هاي، راح تاخذ سائل شبيه بالنكهة الامريكي او بالسوائل الامريكي، بس ولكن راح تستخدم هالطعم هاد او في عندك طعم تاني حكينا عنه. بتجي العبوي 13 ملي، راح تحتاج ل 13 ملي 130 ملي، وراح تحتاج بهالطعم هاد 10 ملي، بتحتاج 100 ملي. اذا انت عندك طعم مركز او طعم اسانس 10 ملي، بتحتاج 100 ملي جل سرين مع بروبلين جلايكول.
50 ب50 3 ملي جرام نيكوتين، او فيك تتحكم بالنيكوتين على راحتك. واذا انت رح تاخد عبوي 13 ملي رح تحتاج ل 130 ملي جل سرين مع بروبلين جلايكول. وهيك بنكون انتهينا من تحضير سائل. كتير كتير طريقة تحضير السائل كتير سهلة وكتير بسيطة وما بدها شرح كتير. بنصحكم فيها الطعم هاد او فيها السائل هاد اللي هو بيجمد طعم كتير مركز وطعم كتير ممتاز. فيك تغير النكهة طعمات ونكهات حسب الطلب، بس انا عم بحكي على اسم المنتج هاد بيجمد كتير كتير طعم ممتاز من شركة معروفة ومتواجد اونلاين على الانترنت. فيك تشتري النكهة اللي محتاجة انت. على كل حال راح احط لكم رابط المشتريات اسفل وصف الفيديو عشان اذا واحد راح يشتري من هالمنتج هاد. بالاضافة راح احكي في منتجات بتجي بهالشكل هاد، هي عبارة عن زجاجي 100 ملي فيك تصب السائل لهالحدها، راح ترجع العبوة كل يوم لمدة اسبوع، بعد اسبوع راح تفتح وتصب سائل. راح تاخد سائل شبيه بالسائل الامريكي 90% شبيه بالسائل الامريكي او الجوس الامريكي. ولهو انتهت حلقتنا، واتمنى تكونوا استفدتوا من هالشرح هاد. راح احط لكم رابط شراء المنتجات اسفل وصف الفيديو. بشوفكم فيديو جديد ومع السلامه.